تيري بخليكم بخير في مزيان. اليوم غادي نصوب لكم واحد لاغلاص يتقام رخيص ما غالي وكيجي زوين، كيجي زوين باش الوليدات كيبغيو كيحسنوا انكم منه داكشي ديال المحلات كيتقام غالي وداكشي. كنقترح اننا نصوب واحد لاغلاص زوين. عندنا نصيطرو ديال الحليب اللي غادي يكون بارد مزيان في الفريو، انا كنديرها في الفريغو، كنديرها هو والشانتيي بنت ديرهم في الفريغو. هذا حتى هو راه بارد. عندنا علبه ديال الشانتيي، هذا هذه ماركه الشانتيي هو اللي كيطلع عندنا. كما قلنا صافية غنديرو كلها. نديرو فلون ديال الكراميل، فلون ديال الكراميل وحدة. وغنديرو هاد دانون ديال الكراميل حتى هو.
صافي كنبقاو نستمروا على التطريب، نبقاو نصفخوه حتى يولي لنا هاكا، صافي تيولي لنا كريم بحال هاكا. من بعد عاد غنديرو لهم، غنزيدو عليه شويه ديال الشكلاط حبيبات، شويه ديال، انا عندي هاد هاد بيبو على هاد الشكل، قطعتو طريفات. نتوما تقدرو ديرو غير هاد الشكلاط، وتقدرو مديرو في خطرة، كل واحد شنو. انا خلطتهم صافي. نجيبو شي مول، مول كيف ما كان عندكم، كيف ما كان المول صافي. وتخويو، انا فرشت ليه الورق المطبخ. بيتو الليلة كلها في الفريغو، والصباح ان شاء الله باش ندير لواحد لاصوص ديال، واحد صوص ديال الشكلاط فيه زويق وكيجي مع طعيف من يدار الفوق ديالو. صافي ونخليو دابا نحاولو فحال هكا باش نخرجو من الجبل اللي عفيه. نتوما اي مول عندكم ديرو. دابا خرجنا منو الهواء، غادي نبيتو ان شاء الله في المجمد، والصباح ان شاء الله غادي نصاوب معاكم الصاجه ديال الشوكولا اللي غادي نديرو من الفوق. تدير البنات لاباس عليكم، كيف ما قلت لكم البارح درت هذاك الكريم ديال شانتي، داك لا كلاص في الفريغو بات الليله كلها، ودابا هي كنوجد في الصلصه ديال الشوكولا اللي غادي ندير من الفوق. هنايا عندي نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال اتاي كاس اللي كنشربو فيه اتاي، نص كاس درتو ديال الحليب، و 150 غرام ديال الشوكولات. غادي نذوبها مزيان ونخليها تنزل شويه تبريد، ونتلاقاو باش نديرها في الكلاكلا. من بعد ما خليت لاصوص ديال الشوكولا، صلصه الشوكولا بردت واحد شويه، غادي نزيد عليها، نزيد عليها هاد البيم اللي درت، اللي درت في الاول نيت. واللي عنده كاوكاو ولا لوز ديرو، انا ما عندي لا كاوكاو دابا لا لوز، ما عندي لا كاوكاو ولا لوز، درت هادو غير باش صافي. نخليوها فوق يخرج هاكا مسنيبات، وهاديك البيوم هاكا نحاول نوزعوها على كلشي الجوانب. صافي نبقاو عليه بحال هكا حتى يهبط شويه هكا، وغادي نرجعو عاوتاني للفريغو واحد 5 دقائق بما يشد راسو هاد الشكلاط. صافي غادي نرجع باش نوريه ليكم. كان هذا هو لاكلاص ديالنا، كيطلع زويون. وليد صغار مسكين تسنى حتى عيا ونعس، والله إلا بقى نعس تيبكي عليه، حيت كان باقي مجبدش مزيان الشكلاط. غادي نقطع لك واحد الطريف، قطع تشوفوه معايا كيف كيجي.
شفتوا كيف كيجي؟ كيجي زوين والله العظيم. كنتمنى تجربوه، وشكرا للمشاهدة ديالكم، ما تنسوناش من لايك، وتبقوا على خير.